السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلائق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن القرآن كما أنزل، وأن القول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. ذكر الله محمدًا بخير وصلى عليه وحياه بالسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اجعل لنا كل صعب سهلا. ولا زلنا مع جامع الآداب من جوهر النظام للإمام نور الدين السالمي، نور الله ضريحه وضمخ بالروح والريحان روحه. ووصلنا عند قوله: إن العزيز من يعز الحق، وضده الذي يذل الفسق. العزيز حقا من أعزه الله، والعزيز حقا من كان لله مطيعا، وقد حكم الله بذلك. ألبس الله طائعيه ومتقيه لباس العزة، قال سبحانه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وحكم لهم بالعلو، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فأهل الإيمان هم أهل العز وأهل العلو، ومن وهبه الله تعالى عزا من لدنه وعلوا من عنده فلن يقاومه مقاوم، كما يقول الشيخ أبو مسلم البهلاني رضي الله عنه، يقول: ومن يكن المنصور من عند ربه وقاومه المخلوق ذل المقاوم. من كان منصورا من الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فلهذا الشيخ من خلال التأمل العظيم في فسيح هذا الكتاب الكريم، وكذلك في تأمل من خلال تأمل سنة الله مع المؤمنين، الله لا يكل أولياءه للسفهاء الفاسقة الأراذل من خلقه، كلا. فالذي قضى لهم بالعزة والعلو لن يرسلهم ليكونوا تحت وطأة نعال من أذلهم الله بالفسق والعصيان، كلا. فيقول: إن العزيز من يعز الحق بحق، كما قال في كتاب الزكاة: أما الشريف فمطيع الله، ومن له في الناس نوع جاه، وضده الذي يذل الفسق. الفاسق لا عز له إطلاقا، والفاسق هو الخارج عن الطاعة. وهذا الاسم ذا الفسوق إيش أصله؟ ما هو أصل هذا اللفظ فساق؟ مأخوذ من فسوق الرطبة. الرطبة ما دامت في قشرتها فهي محمية من العطب، محمية من التلف، فإذا انسلخت من قشرتها هجمت عليها المفسدات والمتلفات. فالله سبحانه شبه من عصاه وخرج عن طاعته بالرطبة التي انسلخت عن القشرة التي تحميها،
فما دام المرء في ظل طاعة الله ومع الله وساعي فيما يحبه ويرضاه فهو في كنف الله وفي معية الله وفي حماية الله. فالطاعة هذه كالجهاز المناعي، طاعة الله وتقوى الله كالجهاز المناعي التي تطرد الأوبئة والأمراض وتقاوم هذه أسباب العلل. فإذا ما خرج عن طاعة الله إلى معصية الله فقد جهازه المناعي، صار بلا مناعة وصار عرضة للمتلفات، لأنه صار عدوا لله خصما لله. ولذلك العقل دائما عندهم دعاء يقول فيه: ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يعني جعلنا في كنفك وعنايتك ورعايتك في كل طرفة عين. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، هذا دعاء العقلاء. فمن فسق فقد خرج، والفاسق دائما هذا في مقابل المؤمن في القرآن الكريم، في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فاسق ينتفي عنه الإيمان، ما يمكن أن يجتمع فيه الفسوق والإيمان، وهو بغيض عند أحباب الرحمن. قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالفاسق ذليل. ثم انتقل بعد ذلك إلى حكمة أخرى يقول فيها رحمه الله: من حفظ الأسرار حال الغضب فهو الكريم عند أهل الأدب، ليس الذي إن زل من صافاه بث من الأسرار ما أعطاه. من هو النبيل؟ الرجل النبيل الكريم الفاضل الرفيع، عنده مبادئ وثوابت ما تتغير حسب الأجواء المناخية وحسب الظروف والملابسات، عنده ثوابت راسخة. لأن الناس، هذين الناس الذين يدبون في هذه الحياة، على قسمين لا ثالث لهما: إما متحرك من خلال ما تراه عينه، يعني حركته في الدنيا ذي على حسب اللي تشوفه عينه، يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، مع الخيل كما يقول يا شقرة، شاف الناس يعني أحسنوا أحسن أساؤوا أساء يقول ما بستوا أحسن عنها. هذا الذي يعيش الحياة كذا من خلال اللي يشوفه، شاف الناس زينين استوى زين، شاف الناس ما زينين استوى أفسد منهم، وتلقاه كذا هو. وبعض الناس كذا يدخل معنا يوم يشوف كذا مجموعة من الشباب الطيبين وكذا جالسين، بيجلس معهم بيطلع المسبح وكذا، وبيجلس يتكلم في الدين وكذا والتسبيحة، لين يخرج من عندهم حال الجماعة الثانيين بيطلع الدوخة، مسوحة كل شيء عن احتياطاته، هنا مسباح وهنا غليون. إذا القناص زينين خرج المسباح، القناص ما زينين خرج الغليون، ويعني عايش حياته على هالحال، ما عنده مبدأ. هذا أتعب الفريقين، هذا الرجل ذا متعب في ذي الحياة، لأن ألوان الحياة شتى وأهواء الناس مختلفة. وإحنا عندنا مثل يقول: إرضاء الناس غاية لا تدرك ومرضاة الله غاية لا تشرك. مرضاة الناس غاية لا تدرك ومرضاة الله غاية لا تشرك، لا يشارك مع الله غيرها.
ما يمكن أبدا أن ترضي طباع الناس كلها. ولذلك ذكرت قديما قصة هذا الذي اشترى حمار هو ولده، وخارج من السوق والحمار بعد فحص لازال رقم أخضر، فما ركبه، يقوده هو ولده يقود الحمار، فمروا بمجموعة من الناس فضحكوا عليهم، قالوا شوف إيش فائدة ذا الحمار إذا بثنينتكم تقودوا ما أحد منكم راكبنا. فقال الآب للولد يا ولد اركب انت كي نكف ألسنة الناس اركب. فركب الولد ومشى الوالد، فأتوا على قوم آخرين فقالوا ما هذا الابن العاق يركب وأبوه راجل أبوه يمشي؟ قال ولد انزل بركب أنا. فركب الأب ومشى الابن، فمروا بجماعة أخرى قالوا ما هذا الأب القاسي كيف شوف هاين عليه ولده يمشي هو راكب؟ قال يا ولد اركب تعال نركب أربعة. فركبوا، مروا بجماعة آخرين قال وا مسكين ذا الحمار هذا اثنين راكبين هالكينا. قال ولد بقي الطريقة واحدة بس، مشينا ما نفعت، ركبت انت نزلت انا نزلت انا ركبت انت ما نفعت، ركبنا ايش الطريق اللي باقية؟ انهم يشلوا الحمار. هذا الذي بقي يضرب هذا مثل لما للذي يريد أن يرضي الناس وأن يقنع أذواق الناس. إذا أقنعت أناسا أتعبت آخرين أو أتعبك آخرون. ولذلك من المرتاح ذا؟ المرتاح ذاك الذي يتحرك في الدنيا من خلال مبادئ راسخة عنده، ما يتلون حسب تلون ما تراه عينه، هذا عاقل. وإن كان بعض الحكماء يقول لا هذاك المرتاح وهذا التعبان، بعضهم يقول كذا لأن ذا عاقل، وذو العقل يشقى في النعيم بعقله وذو الجهالة بالشقاء ينعمه. هذا قانع بمستواه، هذا الحجم اللي هو فيه عجبنا، لكن هذا يبتغي العلو، هذا الذي يبتغي العلو هو الذي يتعب أكثر. هذا يتحرك في الدنيا تبعا لثوابت ومبادئ لا تغيره. أقول هذا لأدخل إلى هذا الكلام الذي يقوله الشيخ: من حفظ الأسرار حال الغضب فهو الكريم عند أهل الأدب. حفظ أسرار الناس ذا مبدأ، كما أن الخلق الكريم العالي الراقي مبدأ ما يمكن أن تتنازل عنه لأي سبب من الأسباب أو ظرف من الظروف، تبقى خلوقا مهما يكون. وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال، إن الجواهر في التراب جواهر والأسد في قفص الحديد أسود. فالمبادئ تبقى مبادئ لا تتزعزع، خاصمت فلان ولا راضيته هو أفضى إليك بسر، فمن النبل والكرم الذي هو قيمة ثابتة ألا تفضي بسره إلى أحد ولو خاصمته ولو اختلفت معه، بل من النبل والكرم ألا تفجر في، بل من الإيمان ألا تفجر في الخصومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، منها إذا خاصم فجر، إذا خاصم إذا اختلف تبر من لسانه، أول قبل الخصومة ملك كريم وبعد الخصومة شيطان رجيم. من يخاصم ما يشوف حد قدامه أبدا، يلعن ويسب ويفجر ويخرج صفائح قاذورات الكلمات كلها ما يمسك شيء أبدا. فالشيخ يقول: الكريم عند أهل الأدب من لا تغيره الخصومة فيكون ردنيا، فيبيح أسرارا استؤمنها واستودعها. وإذا لم تكن صدور الرجال خزائن الأسرار فأين تكون؟ وعلى كل حال، والأصل أن الإنسان أولى بسره، الأصل أن المرء أولى بأسراره، مهما كان المرء قريبا منه فإنه يستبقي على أسراره. لذلك صلى الله عليه وسلم يقول: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون
عدوك يوما. فما تفضي بكل، ولذلك الحكم ايش يقول؟ يقول إذا ضاق صدر المرء عن حمل سره فصدر الذي يستودع السر أضيق. إذا ضاق صدرك عن سرك فصدر من أعطيته سرك بسرك أضيق. فالأفضل إيش؟ الأفضل تصبر على مجنونك عن إيش؟ عن يديك جنعا. احفظ سرك في نفسك وهذا أهون أفضل. ليس الذي انزل من صافاه بث من الأسرار ما أعطاه. هذا الذي يفعل هذا دنيء متردي، ما يعد من كرام الرجال الذي في حال توتر علاقته بإخوانه يفشي أسرارهم، هذا رجل دنيء. ثم انتقل إلى حكمة ثالثة قال فيها: وإنه لا يقدر الإنسان يهين من أكرمه المنان، ومن يهنه الله ما له معز، فكن من التقوى على حال تعز. وإنه لا يقدر الإنسان يهين من أكرمه المنان. قال الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. عندما يأتي الفتح من الله فهو السيل المتحدر الذي لا يقف أمامه واقف. إذا أتى الفتح والعطاء من الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. أبدا، من فتح الله عليه فتحا لن يغلق أبدا، فلا قاطع لما وصله الله، كما أنه لا واصل لما قطعه الله، ولا رافع لما خفضه الله، كما أنه لا خافض لما رفعه الله، ولا رافع لما خفضه الله. قل اللهم مالك الملك، مالك إيش؟ مالك الملك، ما مالك الملك؟ هذا الهاتف ذا إيش ذا؟ هذا ملك فلان، هذا ملك فلان، ملك هذا ما ملك. السيارة ملك، البيت ممتلك بممتلكات، فالملك ما يطلق على الفرد الجزء الممتلك، شيء ممتلك. هذه العصا ملك، ما ملك. أما الملك فهو السلطان والنفوذ والهيمنة المطلقة، الهيمنة. فالله مالك إيش؟ الملك ولا الملك؟ الملك اللي هو السلطة والهيمنة مملوكة لله. ما مالك الملك اللي هي مفردات المملكة؟ لا، هو مالك للملك بما حوى واشتمل. وفي أول آية من سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك. فأنت لما تكون مع الله يعني دخلت في حضرة واسطة كبيرة جدا. حد ما يبغى واسطات، كل حد يركض على الواسطات. وأعظم واسطة في ذا الوجود ذا الله، والطريق إليه إيش؟ تقوى. ماشي طريق إليه إلا تقوى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا ما نظر الله قلب عبده فوجده مشرقا متألقا بخوف الله ورجاء الله ومحبة الله والإقبال على الله والإنابة إلى الله، تجلى الله عليه بصنوف عطايا، أشرقت عليه شموس الله، ف
فصار هذا القلب كما يقول الشيخ أبو مسلم رحمه الله محل تجلي الله مهبط فيضه، محل تجلي الله مهبط فيضه. وإذا كان النور هذا الذي خلقه الله في الدنيا ذي إذا غاب عن الدنيا أظلمت، واحتجنا إلى هذه المصابيح حتى إذا طلع أطفأ كل ذي مصباح مصباحة، فنور عطاءات الله مغنية عن كل عطاء، ونور فيوضات الله مغنية عن كل فيض. يقول الشيخ أبو مسلم: ومن ذاق عرف، وإنه لا يقدر الإنسان يهين من أكرمه المنان. صحيح. ويمكن تقول أنت: طيب يمكن هذاك واحد يقول هالكلام وهو تقي فيقتله الظالم الفاجر. القتل ليس إذلال أبدا إطلاقا، القتل ما إذلال. كم واحد يسمع عن خردلة مثلا؟ خردلة ما يساوي مثقال خردلة، وذا خردلة وزن ما يسوى خردلة في أنفس الناس والمؤمنين. واحد يقول رحمة الله على خردلة؟ أبدا بقى. ولربما على الأكثر هنا أصلا ما يعرف خردلة. لكن إذا سألت العلماء وطلبة العلم ومجالس العلم والمحابر والدفاتر والمنابر عن الشيخ العلامة أحمد بن النضر السموألي بن النضر صاحب الدعائم، تجد أن قلوب وأفئدة المتقين تترضى عليه وتترحم عليه وتشهد له بالخير، مع أن ابن النضر قتيل خردلة، خردلة قاتلنا. لكن إلى الآن ابن النضر رحمه الله لا زال كتاب واحد من كتبه اللي هو كتاب الدعائم طود أقعس، تقف أمامه الهامات إكبارا وإجلالا حتى شراحه وقفوا عليه. وسئل عن مسألة منه الشيخ عامر الخميس المالكي، وأشار إلى شرح ابن وصاف والشيخ الرقيشي عليه، فقال: إن الدعائم بحر ليس يدرك ما فيه، إن الدعائم بحر ليس يدرك ما فيه، وجوهره المكنون ما ثقبا، وما أصاب ابن وصاف فضائله، ولا الرقيشي جلاه ولا كربا. دعائم كتاب نظمه الشيخ، وهو أحسبه قد بلغ العشرين أو لم يبلغ العشرين من عمره، هذا الرجل الطول الشامخ وخردله هو الذي قتله. لكن هل القتل يعني الإذلال؟ هل الكبت والتقييد والقهر وكذا هو الإذلال؟ لا، ليس هذا هو الإذلال. وانظر التاريخ إذ فيه العبر. اللهم صل وسلم على سيدنا. وإنه لا يقدر الإنسان يهين من أكرمه المنان. والشيخ لما يقول المنان اختار هذا الاسم، كم ممكن يقول الرحمن، لكن قال المنان ليدلك على أن منته واسعة ومتجددة وباقية وآبدة، من تعرض لها فتحت عليه، من تعرض لها فتحت عليه. واسم المنان من الأسماء المختلف فيها أيضا في إثباتها لله. وهكذا يا سندي واختلف، يقول الشيخ في المجلد الأول من كتاب التوحيد، وهكذا يا سندي واختلف في لفظة المنان أيضا فعرفا، وفسروه ها هنا بالمنعم وقيل بالمعطي لكل النعم. ومن يهنه الله، والضد أيضا، ومن يهنه الله ما له معز، فكن من التقوى على حال تعز. من أهانه الله لا يمكن أن يرتفع أبدا، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. من أذله الله لا يعز إطلاقا، وإن حاول المرقعون الترقيع له، وإن حاول الملمعون التلميع له، يبقى ذليلا لأن الله كتب له الذلة.
ثم انتقل بعد ذلك إلى حكمة أخرى قال فيها: وإن رضيت بقليل القوت أصبحت حرا ليس بالمنقوت. إذا رضيت بالقليل، وهذا الذي دعا إليه شرع الله سبحانه وتعالى، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. وإيش معنى الرضا؟ هل الرضا معناه أنه لا يسعى لأبواب الرزق وخزائنها؟ لا، لكن ما عنده يرضى به لا يسخط. ثم السعي لمزيد فضل الله وعطاياه غير ممنوع أيضا، ممنوع، لكن الواجب والمطلوب المفروض أن يرضى بالذي معه، أن يرضى. وقال الله يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن الرضا عن الله الرضا بعطاه، الرضا بعطاء الله. مر أحدهم برجل بلا عين ولا يد ولا رجل وجالس، وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال: أنا، يقول: أنا عجبت لحالك. قال لي ما؟ قال: لا، أنت ما تشوف ولا يد فيك ولا رجل، وتقول عافاني مما ابتلى به غيري، وفضلني على كثير من خلق به. أنت يقول: البلك إلا فيك، أين أنا ما أرى فيك شيء من العافية. فعن أي عافية تتكلم؟ عن أي عافية؟ عافية لا يبصر هذا السائل، لا يراها. والرجل ذا صاحب الدعاء يدركها، يشعر بها. قال: يا هذا، يكفي أن الله رزقني لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وبدنا على البلاء صابرا. هذه نعمة مفقودة، هذه النعم الثلاث: قلبا ذاكرا، ولسانا شاكرا. كم من قلب ذاكر ولسان شاكر، لسان دائم التبتل إلى الله بصنوف الأذكار وألوان الدعوات، وبدن على البلاء صابر ما جزوع. يقول: ما يكفي هذا؟ يكفي. مثل ربعي بن عامر عندما دخل على الملك قال: نحن قوم تعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. صح، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. صحيح، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. تو هذا الملك جالس على كرسي عرض يوسح أربعة، وحوله الوسائد والحرير والنمارق المصفوفة والزرابي المبثوثة والخدم والحشم والعساكر وكذا، وهذا ربعي بن عامر ممزق الثوب كاس العرض ملتهبا أنعى المصائب أحيانا وتنعاني، وجاينا يقول: أنا جاي خرجك من ضيق الدنيا اللي انت فيها إلى سعة الدنيا والآخر اللي أنا فيها. حل هذه انت كيف تفسر هذه؟ أي سعة هذه التي يعيش فيها ربعي بن عامر وضيق يعيش فيه هذا الملك؟ من ذاق عرف، فمن ذاق منها نغبة مات رغبة، ومن لم يذقها مات بالهم مسقما. يقول الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي رحمه الله: وإن رضيت بقليل القوت أصبحت حرا ليس بالمنقوت. حرا، طائر، ذلك الصقر يسمى الصقر، من أسماء الصقر يقولوا الحر، طليق. ذكرت لكم من زمان قصة الحكيم الذي مر به رجل من حاشية أحد الملوك. مر هذا صاحب الملك على خيل فرس فاره على حكيم جالس على الأرض ويأكل حشيش، يقتلع الحشيش من الأرض ونفضه ويأكله. فضحك هذاك صاحب الخيل، ضحك على الحكيم هذا، يقول لا، لو خدمت الملك
لم تحتاج إلى أكل الحشيش. لو جيت معنا وخدمت الملك لم تحتاج إلى أكل الحشيش. فنظر إليه الحكيم وقال: لو أكلت الحشيش لما احتجت إلى خدمة الملك، أنت لو جربت تأكل الحشيش معي ما بتحتاج أنك أنت تكون تخدم الملك ولا غير الملك. صحيح. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وإن رضيت بقليل القوت أصبحت حرا، ليس بالممقوت، أصبحت طليقا. لا يهينك امرؤ بمنة أنت من بها عليك يوم ما يهينك كذا طليق. كان جابر بن زيد رضي الله عنه ايش يقول؟ يقول: من أغنى مني؟ ما عندي درهم ولا دينار، واحد، وما علي دين لأحد، اثنان، ما أحد، ما علي، ما عندي شيء، أمشي كأني ملك الزمان وما بكيسي ثم درهماني. خليج يقول ما في كيسي درهم ولا دينار وما علي دين لأحد، مرتاح. كما يقول أبو العتاهي: رغيف خبز يابس تأكله في ناحية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد في معزل عن الورى في ناحية، تدرس فيه دفترا مستندا لسارية، معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الحياة في ظل القصور العالية، تعقبها معيشة في حر نار حامية، فتلكم وصيتي مخبرة بحالية، من مخلص في ودكم يدعى أبو العتاهية. دعاء أبو العتاهية، حد من السويق هنا بيقول أبو العتاهية سويق من هالسويق هكذا يقول حالية ما كذا حالية هذا كنا سويق أبو العتاهية قال: خير الأمور يا فتى أوسطها، والله أرزاق الورى يبسطها. خير الأمور الوسط، حكمة جرت بها مضت بها الركبان. خير الأمور الوسط، صحيح، الوسط الأفضل والأعدل يكون بمعنى الوسط الأفضل. وكذلك جعلناكم أمة وسطة، أمة فاضلة. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفردوس قال: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. أعقل واحد في أصحاب الجنة، أعقلهم من أعقلهم؟ أوسطهم. قال: أوسطهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ هو أعقل واحد طلع فيها. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ خير الأمور يا فتى أوسطها. وهذا الذي يعني الذي عناه الشيخنا بعد الكلام عن القوت الذي يعنيه الشيخ أن أفضل الناس من توسطت أحواله عندما يكفيه وكف الله عنه ما يطغيه، عنده ما يكفيه وقبض الله وزوى عنه ما يطغيه، فهذا ليس بالغني الفاحش زين، ولا هو بالفقير المملق، وإنما عنده ما يكفي، هذا يوم القيامة بيجي مرتاح.
ما عليه مسؤوليات واجد يعني. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يدخل الفقراء قبل الأغنياء الجنة 500 سنة. يعني ايش هذا؟ ترى الغني ذا اللي عنده أموال فاحشة، عنده أموال كثيرة، يسألوه هذه البيسة منين جبتها، وهذه وديت، وهذه البيسة منين جات، وكم بيسة عنده هو، ويسألوه عن الفلس هذا منين جاء وين راح، أين جاء وين راح، وهو واقع. الفقير ما بيسألوه أنت منين جبت وين، تراه ما عنده غير جواب واحد، كلته ماشي ما يضم شيء البر، أكلته هين وديت، أكلته هين وديت، كلها أكلته، جواب واحد ما شغل، مثل شيء علوم ما شعلوم، ما شغل ترى ما شعلوم، غير في الناشد ما شغل ذا الجواب، فهين وديت أكلته. هي قلت توكل دخل، هو إذا كان من الأتقياء طبعا دخل، ما عليه سؤال هذا. وهذا ليس فيه تزهيدا في الغنى والكسب والتكسب، لا، لكن منطقة الفقر أكثر أمانا، اللي منطقة الوسط، ما الفقر، الفقر التي يدعو إليه الشيخ، خير الأمور يا فتى أوسطها، الوسط ذي أكثر أمانا، على خلاف الفقر المدقع والغنى الفاحش، لأن كلاهما فتنة، لهذا الغنى الفاحش فتنة والفقر فتنة. ولذلك احنا ندعو الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا في الربيع رحمه الله، في خارج الربيع: وأعوذ بك من المأثم وإيش والمغرم. المغرم هو ذا أن يبلغ الإنسان حد الافتقار والحاجة فيدفعه هذا إلى أن يسرق، كان يسرق وينصب ويحتال. والغنى أيضا، ترى الغنى له مساوئ كثيرة غير الغنى الفاحش، غير أنه هو مسؤول عنه، أن من ذاق طعم الفلس، من ذاق طعم الثراء والغنى، فتحت مسامات شهوته في على مصراعيها في نفسه، شهوة المال مساماتها انفتحت فيه. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: ابن آدم لو أوتي وادي من ذهب لاكتفى، صحيح؟ لابتغى ثانيا، ولو أوتي واديان لابتغى ثالثا. الغنى الفاحش ذا، وذلك تلقى هل الفقير المملق ذا يسرق سندويكة، يسرق عصير سنتوب، يسرق هذا الأشياء بسيطة، وهذا الحوت العود ذا سرقات، أعوذ بالله من شر هذاك، يوم يسرق يعني يسرق لك عمارة ما العشرين طابق، يسرق لك سندويكات كبار، ما هذا الأشياء البسيطة. ليش؟ لأن مسامات الشر منفتحة عند، فالغنى له مساوئ غير مسألة أنه هو يسأل عنها يوم القيامة. فمن عصمه الله فذاك المعصوم، ومن حفظه حقا فذاك المحفوظ. نسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه. كم بقى عن الأذان؟ غايته عن الإقامة ولا الأذان؟ الأذان. ما شاء الله وقتكم مبارك أنتم. توقف الشيخ أحسن، نتوقف أحسن زين عشان نرخص عنكم. الحمد لله، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من الأيام. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل اللهم تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، واجعلنا بالعلم عاملين وبالحق قائلين وعلى الصراط مستقيم وعلى الفحشاء مائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا، جزاكم الله خيرا.